ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الخبير السوري العقيد أحمد حمادة، الخبير العسكري السوري. أهلا بكم إلى استوديو الرافدين سيادة العقيد. يعني ما أهداف النظام من قصف المشافي في مناطق خفض التصعيد؟ السلام عليكم، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. حياكم. هذا النظام لم يكف منذ اليوم الأول انطلاق الثورة المباركة في قصف المدنيين وقصف المشافي والمدارس. هي أهداف مشروعة لهذا النظام. لم يبقى يعني هناك 4600 مدرسة، هناك عدد مثلهم من المساجد والمشافي، فهي سياسة يعتمد هذا النظام لكسر إرادة الصمود لدى الشعب وإجبار الشعب للنزوح إلى أماكن أخرى من أجل ترك هذه المناطق، ليتقدم هذا النظام وفق مخططاته ومخططات الإيرانيين والروس للسيطرة على هذه المناطق انطلاقا من السياسة العامة المعلنة لدى النظام، وهي الحسم العسكري وضرب كل الاتفاقيات وما ذهب إليه الأمم المتحدة من جنيف 1 وجنيف 2 وال2118 والقرار 2254، كلها يعني تركها هذا النظام خلف ظهره واستدار باتجاه الحسم العسكري، معتمدا على القوة العسكرية الغاشمة الروسية التي تؤمن له غطاء ناريا كثيفا ضد المدنيين. فالأهداف التي يقوم بقصفها هذا النظام والإيرانيين وكذلك الروس ليست أهداف عسكرية أو أهداف لهيئة تحرير الشام أو لأي فصيل، بل هي المدن والقرى والأرياف والمشافي والمدارس من أجل إجبار الناس للنزوح وترك الذريعة موجودة من أجل استخدامها متى يشاء. يعني بالحديث عن القصف لهذه المناطق، ماذا عن الضامنين؟ يعني إن كان الجانب الروسي هو أحد ضامني منطقة خفض التصعيد والذي يقوم بالقصف، ماذا عن الضامن التركي؟ الضامن التركي اليوم يريد تهدئة الوضع في الجبهات، ولكن القدرات التي يملكها الضامن التركي ليست كالقدرات التي يملكها الروس. فالأتراك نشروا 12 نقطة عسكرية، سيروا دوريات من منطقة حلب وحتى مورك وحتى شيرمغار، ولكن حتى الآن الروس هم من يصعد، هم من يقتل هؤلاء الروس الذين يتزرعون بقصف قاعدة حميميم، وكأن قاعدة حميميم هي منطقة سلام، والجميع يدرك ويعرف بأن من قاعدة حميميم تخرج الطائرات لتقصف وتتك المدنيين وتقتلهم. وقاعدة حميميم هي منطقة ليست روسية، هي محتلة من قبل الروس، كذلك كل القواعد العسكرية للروس والإيرانيين هي أهداف مشروعة للشعب السوري، لأنها أراضي سورية وتحتلها هذه القوى التي أتت لقتل الشعب السوري، لكسر إرادة الشعب السوري، لتثبيت نظام مجرم ديكتاتوري قتل الشعب السوري والسادات الكيماوي ضد هذا الشعب. بالحديث عن الحشد العسكري الذي يقوم به النظام، وطبعا هذا الحشد الذي انتشر بشكل كبير جدا، ماذا عن فصائل المعارضة؟ هل هي فعلا قادرة على مواجهة هذا التحشيد العسكري؟ أخي الكريم، بالنسبة لي إذا أتينا إلى تقدير الموقف، لا يمكن مقارنة ما يملكه النظام والروس والإيرانيين بما يملكه الثوار أو الفصائل المقاتلة. يعني اليوم الطائرات السوخوي 24 22 31 تواجه تدمر كل شيء، بالإضافة إلى البراميل المتفجرة العمياء، يعني على منطقة جغرافية صغيرة نرى بأن تركيز قصف شديد من الطائرات والبراميل والصواريخ والراجمات والمدفعية تجاه بعض المقاتلين الذين يملكون بعض الأسلحة الخفيفة، البيكيسي والبندقية والرشاش، ولكن إرادة الصمود والعقيدة القتالية لهؤلاء الذين يدافعون عن كرامتهم وشرفهم وعن أهاليهم هي ما تؤثر على تقدم قوات النظام وميليشيات النظام. هذا هو العامل الأهم ولكن ليس الحاسم. اليوم الحاسم في كل معارك الدنيا هي من يسيطر على السماء أو يسيطر بالجو، هو من يحسم المعركة، ولكن اليوم هذا التقدم يصطدم بجدار قوي اسمه المقاومة أو الثوار الذين يقاتلون دفاعا عن أهلهم وشرفهم وكرامتهم. العقيد الخبير العسكري السوري العقيد أحمد حمادة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.